تنتين ولك انت بدك دوحش. بس ولا ما تحكي طلع نزل شيء على بيت الزارع. لك ما بتعرفي شو مؤمن اني هذا داحش؟ لك لا بس ما تحكي ولا كلمة طلع نزل. بتعرفي شو يعني داحش؟ داحش شو؟ داحش شو؟ شو بعرفني بس بعرف انه داحش. لك لا ما تخلي نزلتك بالشارع. لي داحش داحش هذا اللي بفوت وبيطلع ما حدا قادر يكمشه. انت روح عم تنكمش. تعرف شو؟ رح اطلب لك الشرطة يمشوك ويريحوني منك يا بيجو يا بيجو. لا بتفرق معهم حدا ما في حدا لا ينهض. لا زودت كثير انت مسكت المطبخ. لا لا شبابك مسكت انت ما بيعمل شيء سكت المطبخ. هيدا مخزقة تخزق. ولك انا مسكت المطبخ لخزقك شقط شقط. ولك مخزقة تخزق لسوريا وما حدا عم يقدر له. سوريا؟ ايه سوريا؟ ولك داحش. ولك الله يلعنك. ولك الله يلعنك شو غبي وهبيلة. شو داحش؟ لك داحش هدول اللي اجوا من سوريا قالوا فتح على لبنان وهلا بدو يعملوا ارهاب. لا مش داحش داعش. يا ويلي انت حلوة منك هالكلمة. انا عم بتقلي اياها بالمصري كمان داعش. لا لا ما تجننها. نبي نلح من بيتي ولا طبعا طبعا. شو هي هاي قلت لي؟ نلح من بيتي. داعش يا ويلي بدها فقيرة هيدي داعش. لا 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 بليز بلكي. شوفي ابدا شوفي ابدا والله يا ماما مش بدنا لازم نلي اطلع من بيتي. نلي من بيتي يعني هلا بدك تخبيني من داعش؟ ايه رح خبيه. وين؟ رح خبيك بمطرح ما حدا رح يعرفه. كل شقفه بميلي. عن جد؟ عن جد. تمام. شباب هيدا اللي عم تبرموا عليه بحب داعش كتير. تفضلوا شقفوه بس ركولي منه شقفه صغيره للذكرى. جيت ملبك وهربان وعصاب عندي قفش. قالت لي انت غلطان واسمه هو مش داحش. رجعت زيرو للنسوان وصارت ريشاتي نافش ورجعوا